كيف ضاعت كيف ضاعت امام الرجال توتي وعيدها توتي يدخل توتي براس نوري جول 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 ريتي ديلا روما ريتي ديلا روما بانزاريتي ريتي ديلا روما بانزاريتي فيدريكو 1-0 جابها توتي جابها الملك جابها الملك ضاعت على جيرفينو بالراس يرفض دخول التاريخ الايفواري بجيرفينو في اول اهدافه بالدربي على القائم الثاني رودي غارسيا 1-0 للذهاب 1-0 فيدريكو بانزاريتي ريتي ديلا روما 1-0 من لا ضغط 1-0 روما من اجل كسر العقده عقده المباريات الخمسه الاخيره لكل حكايه نهايه والنهايه هذا المساء ممكن يعدي بيونيتش توتي يا معلم توتي يا كبير توتي يا معلم توتي يا كبير كوره على القائم الثاني يضرب كما جات بانزاريتي بطريقه الكبار كاتيرو يا ولد ما التسديده يا ولد الاشقر يفرح اشقر روما واسمر روما وابيض روما واحمر روما واسود روما 1-0 للاتسيو 1-0 فيدريكو بام البصمة في دقيقتين اشتراك في الديربي والكرة يا ييتش يا ييتش يا ييتش اركنها يا ييتش يحطها يا ييتش يوزع كرة ضربة جزاء بينالتي 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 لذياب العاصمة روما التاريخ يكرر نفسه من قال لكم أن التاريخ لا يتكرر التاريخ يكرر نفسه الورقة الحمراء كالعادة ضرب جزاء يا سادة كالعادة وروما على غير العادة سينتصر هذا المساء علاش لماذا غادر توتي الله يسامحك يا رودي يا غارسيا الله يسامحك يا رودي أسوأ خيار أسوأ قرار إخراج الكابيتانو اللي كان ممكن يسجل العاشر ويدخل التاريخ دخلت ما دخلتش ممكن الآخرة ما راهاش هذه راها تدخل الثاني أم ماركاتي سيبقي الهزيمة بهدف يا ييتش هو اللي جابها يا ييتش يتقدم يا ييتش يا ييتش يا ييتش جول جول ديلا روما ريتي ديلا جراندي روما هذا المساء فين روما 0 لاتسيو يا ماركيتي فيش كلام ما فيش كلام الشوط الثاني عنوان امتياز إرادة روح جرينتا تطبيق تكتيكي ولا أروع حلول القهر رودي غارسيا ولا أمثل وروما بهذا الشكل سيذهب أفضل في أفضل يا فرانشيسكو يا توتي الهدف العاشر والتاريخ تمنيت نعلق عليه ليس ضد لاتسيو ولكن للتاريخ يا فرانشيسكو يتقدم يحط يسار والزاوية اليسرى صعبة جدا على عشاق اليمين أحباء لاتسيو روما ماركاتي في اليمين كنت سأقول توتي يا ييتش في اليسار 2-0 في القلب في الصورة